زعماء القبائل الليبية يجتمعون في القاهرة، وشكري يجدد دعم مصر للأشقاء. لبنان عام كامل بلا رئيس، وحزب الله يعزز وجوده في سوريا. في العراق الجيش يتقدم في الرمادي ومعبر الوليد الحدودي مع سوريا في قبضة داعش. نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. في كلمته أمام ملتقى زعماء القبائل الليبية والذي يعقد في 3 أيام القادمة بالقاهرة، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لن تتوانى عن دعم ليبيا حتى الوصول إلى بر الأمان. كما دعا زعماء القبائل الليبية وكافة الفصائل المتناحرة إلى الوحدة للخروج من المأزق الحالي. وإننا على ثقة بأنكم تدركون أن مسؤولية تاريخية تقع على عاتقكم، وأن أمامكم فرصة لوضع لبنات الاستقرار والوئام المجتمعي في ليبيا الشقيقة، بما يوفر البنية الصحية لأبنائكم وأحفادكم للتمتع بحياة كريمة ينعم فيها المواطن الليبي بخيرات بلاده وبأمنها، ويشارك في صنع مستقبل مشرق لها. السادة الحضور، في النهاية أود أن أؤكد أن مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها الليبيين. لن تتوانى عن دعم أشقائها الليبيين حتى يصلوا إلى بر الأمان وتحقيق المصلحة فيما بينهم. فقد استضافت مصر اجتماعا تحضيريا لقبائل الليبية في أكتوبر الماضي، لمسنا منه الدور المحوري لهذا النسيج الاجتماعي الأساسي لوحدة الصف الليبي. وتستضيف مصر اليوم ولمدة 4 أيام ملتقى موسعا للقبائل الليبية، ثقة وإيمانا منها في أن الإخوة الليبيين سوف يستثمرون هذا المحفل للخروج من الدائرة المفرغة للعنف والصراع والإرهاب حاليا، وسيتخذون خطوات بناءة تساهم في إعادة السلم والاستقرار من أجل بناء دولة ليبية حديثة تلبي طموحات أبنائها. كما أكد الشيخ مسعود عمر المتحدث باسم القبائل الليبية، أكد أن انعقاد المؤتمر بالقاهرة ليس جديدا على مصر، والتي تواصل دائما مشاوراتها مع كافة الأطراف الليبية من أجل أمن وسلام المواطن الليبي. بها على اختلاف مشاربهم، فلا نطوح من وراء دعوتنا هذه إلا إلى توحيد رؤى الليبيون وسبلهم في حل الأزمة من أجل إنقاذ ليبيا الوطن الذي نحيا فيه جميعا. المشكلة الليبية، وإن شاء الله بإذن الله هذا المؤتمر في مصر إن شاء الله بإذن الله سيدمن ثماره، وإن شاء الله القبائل تتفق على أنهم يكونوا يد واحدة في سبيل ليبيا، ويبقى ليبيا هي الهدف الأولهم قبل أي شيء آخر. نعم أستاذ أحمد، من الطبيعي أن قبل أي ملتقى أو مؤتمر هناك عدد من الاتصالات مع الذين سيحضرون هذا المؤتمر حتى يستطيع الوصول بنتائج مثل هذا الملتقى. ما هي الموضوعات التي تم طرحها، أو ما هي الاتصالات والآراء المختلفة المتعلقة بزعماء القبائل والتي من المفترض أن تؤدي بعد ذلك إلى الوحدة؟ طبعا المؤتمر هو بدأ النهارده في حوالي الساعة 5، وهو نسمع انه هيكون 3 أيام. النهارده جلسة افتتاحية وتمهيدية، وان شاء الله في الجلسات القادمة ان شاء الله هيصلوا الى نقطة اتفاق، وان شاء الله هيبقى في اجندة تتعمل اتفق عليها كل الاطراف. نعم، يعني توقعات حضرتك لما سيخرج به هذا الملتقى ما هي؟ أتمنى أن يصلوا إلى حل. يعني هو الموضوع صعب شوية الحقيقة، لكن أمل في ربنا كبير أن الناس دي إن شاء الله تحط مصلحة بلدها قبل كل شيء، وإحنا كقبائل مصرية بنديلهم يد العون إن إحنا نساعدهم على أن هم يصلوا إلى اتفاق يجمع كل الأطراف الليبية ويبقوا كلهم يد واحدة إن شاء الله في سبيل إنقاذ ليبيا. ما اليد التي تمدها القبائل المصرية للقبائل الليبية في مثل هذا الملتقى؟ نعم، في القبائل المصرية هي المستضيفة للقبائل الليبية، باعتبار أن دول أهلنا وأن إحنا
اسر واحده ودم واحد، وان شاء الله باذن الله يعني نسال الله ان يعيننا ان احنا نوفق بين كل القبائل الليبيه باذن الله. الاستاذ احمد ابو ترام رئيس المجلس القومي للقبائل المصريه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.